وبعزتك التي لا يقوم لها
وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعال ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مضطرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإن
رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتربيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك لي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك؟ هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه فرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك واضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم بحق الكريمة زينب، اقض حوائج المحتاجين، انصر شيعة أمير المؤمنين. يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله؟
أصواته نادوا رابعا يا الله حجبت الملائكة أصواتهم
أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناءك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ صعد موسى عليه السلام إلى أعلى الجبل. قبل أن أبدأ بحاجتك خلّى سمعك هذه الرواية. يقول موسى عليه السلام: نادى ربه: يا إله العارفين. فأتاه النداء: لبيك. قول إيش تطلب. ثم نادى ثانيا موسى عليه السلام: يا إله المحسنين. فأتاه النداء من العلي الأعلى: لبيك. ثم نادى موسى: يا إله العاصين. فأتاه النداء: لبيك لبيك لبيك. قال موسى: إلهي. قلت: يا إله العارفين قلت لبيك، قلت: يا إله المحسنين قلت لبيك، ولكن لما قلت: يا إله العاصين قلت ثلاثا: لبيك لبيك لبيك. قال: يا موسى، إن العارفين يدعوني ويعولون على عرفانهم، والمحسنين يعولون على إحسانهم، لكن العاصين ليس لهم غيري. وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب. يا الله، وكل قبيح وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا ربي. سيدي.
بعملك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك واجتمع في جوارك مع المؤمنين. انا بصحن الحسين من اقرا هذا الدعاء اول ما اقول واجتمع في جوارك كل الزوار شي يصيحون واجتمع في جوارك مع من كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك.